السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد، غادي نحضر معكم البغرير اللي كيجي زوين بمقادير بسيطه ان شاء الله. غادي نبداو على بركه الله. عندي جوج ديال الكيسان ديال السميد الناعم الممتاز، مقياس ديال كاس العنبه، وعندي كاس من الدقيق الابيض حتى هو الممتاز، وعندي ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، وعندي ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، وملعقة كبيرة من السكر، وعندي شوية ديال الملحة حسب الذوق، وعندي ثلاثة ديال كؤوس الماء دافي اللي غادي نخلط به البغرير ديالي، وغادي نقول لكم شحال هز ليا ولا زدت ولا على حسب السميدة شحال كتشرب. نبداو ان شاء الله الكاس الاول ديال السميدة، والكأس الثاني، وغادي نوضع كل شيء في الإناء ديالي اللي غادي نخلط فيه البغرير، وغادي نخلط هذيك السميدة مع الدقيق، وغنزيد هذيك المعلقة ديال خميرة الخبز وشوية ديال الملحة وسكر سنيدة، وغادي نخلطهم. غادي نوضع الكاس الاول ديال الماء، والكاس الثاني الماء دافي البنات، لان عارفين دابا الجو بارد. هذا البنات البغرير كنخلطو وكنبدا نطيب، ما كنخليش يخمر. وهذا الكاس الثالث، وغادي نخلط وغادي نشوف على حسب السميده، النوعيه ديال السميده واش غادي تشرب ولا على حسب. غادي نشوف واش نقدر نزيد شويه ديال الماء، غادي نقول لكم شحال، وغادي نستمر نخلط البغرير ديالي. غادي نزيد شويه ديال الماء ضروري، لان مازال الخليط ديال البغرير شويه ثقيل. غادي نزيد تقريبا واحد نص كاس، خليكم معايا. ها هو، غادي نزيد غير نص كاس البنات، وغادي نبقى نستمر نخلط البغرير مزيان حتى ما يبقاوش عندي هذوك الكويرات. وعاد غادي نزيد هذيك معلقه ديال خميره الحلويات هي الاخرى، وغادي نخلط ان شاء الله. غنبدا نطحن البغرير ديالي. البغرير من بعد ما طحنتو كيجي على هذا الشكل ان شاء الله. غادي نبدا نطيب، خليكم معايا. هاني درت المقيله سخون على النار، وان شاء الله غادي نبدا نطيب البغرير. تبارك الله كيجي زوين هذا البغرير، سهل في التحضير، دغيا كيوجد. تقدروا توجدوه للكسكروت ولا الفطور ولا الضياف اللي جاي عندكم شي ضيف، تقدروا توجدوه ان شاء الله يعجبكم. خليكم معايا. Thank you.
الغذائي ديال البغرير اللي حضرت معاكم كيجي زوين وخفيف وبمقادير بسيطة، ان شاء الله تجربوه وعجبكم. ما تنسونيش من لي لايك وتبارطاجيو مع العائلة والحباب، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.